السلام عليكم ورحمة الله. غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. درت واحد خريجة في جامعة الفنون من بعد صلاة المغرب، وقلت نشاركها معكم. ثم كيفما كتشوفوا درت هاد الخريجه هنا في جامع الفنا، وقلت نجيب معكم واحد الطويره علاش لا. ثم كيفما كتشوفوا تبارك الله الناس خارجين، واصلا مراكش تكون عامر بالليل، تقريبا عامر، تكون عامر بالليل، الناس ما تقريبا ما تيناسوش، شي ناعس شي خارجي، يعني شي تيدخل شي تيخرج، سبحان الله. وكيفما كتعرف مراكش راه جامع الفنا هي القلب النابض ديالو، يعني كان جامع الفنا راه مراكش كاين، ما كانش جامع الفنا مراكش راه ما كاينش تقريبا. الله يرفع علينا ان شاء الله الوباء بصفه نهائيه على العالم باسره. الحمد لله، الله راه كريم وحنين على العباد ديالو. نتوما كيف ما كتشوفوا تبارك الله، النقاشه حاطين، صحاب البربوش، الخدنجان، الماكله، صحاب الماكله باقي ما حطوش كاملين، باقي شي بليسات اخرين خاويين، ولكن الحمد لله كاين واحد شويه ديال، كاين الحمد لله، الحمد لله ماشي شويه، كاين الحمد لله، يعني بخير الحمد لله ونشكره. مادام الانسان خارج في هاد الوقت، يعني الحمد لله، راه المرض راه تيجي مره واحده ولا فرا كيجي غير بشويه بشويه، هادشي اللي كاين. يعني الانسان ينتبه، واخا الحمد لله الناس طلقوا داكشي، ولكن الناس لا، داك ينتبه الانسان ضروري. ديك الكمامه وديك التجمعات يبعدي شويه داك التباعد، دورة مزيان باش ان شاء الله تمشي الامور بسلام وترجع المياه الى مجاريها. ونتمنى ان شاء الله الجاليه المغربيه تاعي ان شاء الله تدخل عندنا، مرحبا بكم كاملين، تجيو تشوفوا عائلاتكم ووالديكم، ويكون كل شيء ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير وكل شيء سانك سانك. وهانتوما معايا، هانتوما يا الغزالات، يا الكريكاعات اللي كتقول بلاديك اللي في سيتكم، الكريكاعات ديالي نضحكوا شي شويه. تبارك الله كتشوف الافارقه حتى هما راه خدامين، تيعيطوا على الناس، هاجي اللي بغات تقاد الشفار، اللي بغات تراسي ليها الحجبان، يعني كلشي خرج، كلشي خرج ترزق الناس مساكن على الله، راه لا اله الا الله. ولكن الحمد لله على كل حال، اما باش ما تقولوش راني الناس ياكم، انا درت خريجه في جامع الفنا وقلت علاش ما نشارك معكم هاد الفلوق هذا، واخا شويه ماشي طويل بزاف، ولكن الله يجعل البركه شويه وصافي. كيف ما كتشوفوا الناس خدامين، عاطي لاطك صراحه. الله هاد الماكله جاي معنا راه واعره صراحه، وبنينه والله الا بنينه. وحنا هنايا في جهه الوزارات، يعني انفاس مع جامع الفلا، هذا سمارك، هذوك المركزات ديال البيجامات هكا، الناس هما حابين كيترزقوا الله، وخا الأزمة راه كاينة، راه كاينة عالمية، والحمد لله من الإنسان غير خارج هكا، والإنسان قدر يخرج قدر يدخل، الحمد لله والشكر لله. يرفع لنا إن شاء الله ربي هاد الوباء بإذن الله. وهانتوما معايا الكريكيعات اللي كتقول هاديك سيتكم، كلنا مغاربة، باقي لا غادي نبقى نقول لكم الكريكيعات ديالي، عجبتني هاديك الما هادي. ايوا نتوما معايا الصورة بتاعت ملكنا محمد السادس الله يخليه لينا. صافي هنايا هاني عاود رجعت لساحة جامع الفنا، نجد ندير معكم هاد الفيديو هذا هنايا باش نمشي ان شاء الله انا في حالتي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو ديال اليوم، وما تنساونيش بلي جيم ديالكم، وتفعلوا لي داك جير الجرس، داك الصبيعة ثقيل عندي انايا، ولكن ماشي مشكل. انا ان شاء الله راه القناة ديالي راه درت فيها محتوى متنوع، لك فلوقات، وصفات، شوية الكوزينة، شوية خريجة، شوية هكا عقار، علاش لا، بلي كتب الله واللي بغى الله نديروها. المهم اهم حاجة انه محتوى متنوع، باش الانسان باش الانسان ما يجيش الملل، واخا ما كرميش الفيديو بزاف، ولكن احنا غادي ندقه دقه بنقطه بنقطه تيحمل الواد، يكون خير باذن الله. وما تنساونيش تعاونوا مع اختكم،
باش ان شاء الله حتى انا تفعل لي القناه ديالي ونهار تفعل لي القناه ديالي ووصل الكود الادسنس باذن الله، راه غادي نشارك معكم الفرحه ديالي. يعني ما خسرت حتى شي حاجه، داك الصبيه حركوا ودخلوا عندي والحمد لله، راه محتوى زويان ويقدر يستافد منه اي واحد، وحنا غاديين بما يرضي الله. اسمحوا لي واخا طولت عليكم الكلام، ونكون ان شاء الله خفيفه ظريفه على قلبكم. ومرحبا بكم في مراكش وفي المغرب كامل، والله يرزقنا ويرزقكم الصحة والسلامة. وهنا غادي نقول لكم باي باي، بالسلامة عليكم وإلى الملتقى في فيديو آخر بإذن الله. مع السلامة، باي باي.